مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم عم نسجل الحصة الثالثة لمادة الحساب الذهني، فبدي إياك تحضر حالك وتجهز حالك لحصة الحساب الذهني. زي ما اتفقنا في تجهيزات معينة وفي جلسة معينة من جلسة لمادة الحساب الذهني. أول إشي لازم تجلس وتكون رافع ظهرك، أكيد لازم يكون قدامك طاولة، تمام؟ كمان اتفقنا بدي إياك تحضر كتاب الحساب الذهني قدامك، تحتي يكون العداد، طبعا مصفر لي إياه زي ما اتفقنا، تمام. واخر اشي بديك تحضر القلم الرصاص يكون معك، طبعا تمسكه بوضعية الجن. كلياتنا نحضر هيك ادواتنا، نكون جاهزين لحصة الحساب الذهني. طيب خليني احكي لك، اعملك مراجعة بسيطة على اخذناه بقى المرة الماضية بحصة الحساب الذهني. المرة الماضية حكينا انه هذا العداد اللي رح نستعمله بشرح هاي المادة. حكينا احنا عندنا نوعين من انواع الحساب الذهني، حساب الذهني اللي بيعتمد على الاصابع، اخذنا فكرة عنه وتعرفنا كل اصبع شو ايش قيمة الارقام عنده. هلا رح نحكي وبلشنا اصلا نحكي عن النوع الثاني انواع الحساب الذهني اللي هو اللي بيعتمد على العداد. العداد حكينا هي الاداة اليابانية اللي بتساعدنا كيف نقدر نحسب بطريقة كتير سريعة. حتى احنا حكينا عن اجزاء العداد، لو بدي افرجيك اياها هون على هذا العداد. طبعا هذا عدادي، بيفرق عن عداد، طبعا هو كبير حيكون عشان يكون واضح لك على الشرح، تمام. اللي بيفرق كمان انه انا لما اعلي الخرزه هون ما بتنزل لانه هون مغناطيس فما بتنزل انت، بينما اذا حتعلي الخرزه هيك رح تنزل، فانت لازم تخلي العداد هيك واقف نايم عندك على الدرج، انا لا، فمشان هيك الكل يركز معي، تمام. حكينا المرة الماضية عن أجزاء العداد، حكينا بهمني صح بدي أحكي معلومة كتير مهمة لأنه جتني كتير ملاحظات عليها. أجزاء العداد بهمني كتير منيح تعرف أجزائه بالعربي فقط، أنا بهمني تعرف أجزاء العداد بالعربي، بالإنجليش لازم تأخذ فكرة عنه بس أهم إشي تركز لي عليه بالعربي، تمام. فلو بدي أراجع أجزاء العداد مع بعض، لو نتطلع أنت تتبع على عدادك الصغير وأنا بمشي على عدادي الكبير. هاد لونه أسود، تمام، بسموه إطار، نفس اللي عندك إطار، تمام. في عنا العصايات اللي هون لونهم بالأورنج لو شايفينهم، هدول مسميهم الأعمدة، هون أنت عندك لونهم بالبيج، تمام. في عندي هذا الخط الفاصل بسموه البار، هذا خط فاصل أو شريط الفاصل بفصل لي بين الطابق التحتاني والطابق الفوقاني، نفس الاشي هيو انت موجود عندك هذا الشريط، تمام. شو كمان؟ عندنا الخرزات، عندنا نوعين من الخرزات، الخرزات اسمهم بيتس، فعندي lower beats خرزات سفلة، خرزات يعني بتيجي بموقعها تحت، تمام، وخرزات عليا الابر بيتس. lower beats و upper beats هي هيك بالانجلش بتنحكى اسهل، تمام. في آخر إشي في عنا اليونت بوينت، هي نقطة موجودة على البار على نفس الشريط موجودة بنص العداد، هي هون بتكون بالعادة، تمام. هي أصلا ممكن نقدر نستعملها هاي بس ما بدي إياك تلخبط، اعتبرها هاي. هاي بسموها يونت بوينت، هي عبارة عن الفاصلة بالعربي الفاصلة العشرية أو بالإنجليش الدوت، هي اللي بتفصل لي بين هي اللي بتفصل لي اصلا بين الاجزاء الصحيحه والاجزاء الغير صحيحه، بس ما بيهمني هلا كثير تركز عليها، بس انه هيك هي اصلا عندك هون مش موجوده، لقدام نصير احنا نحددها، تمام. تمام، اذا خلينا نعيد الاجزاء مع بعض، كلياتنا نأشر على عدادنا وانا راح أأشر على عدادي بايدينا، نستعمل اصابعنا. اطار، بار، شريط، الأعمدة هدول الأورانج، في عنا الخرزات التحت نسميهم lower beads، خرزات الموجودة بالطابق التحتاني، وفي عندي upper beads اللي هدول الخرزات الموجودين بالطابق الفوقاني. unit point هي النقطة الموجودة هون أو الحق أو النقطة الفاصلة، تمام. كمان إشي تاني أخذناه بموضوع العداد، حكينا إنه رح نبلش، حكينا إنه كل خانة إلها اسم، يعني هون بلش خانة الآحاد، لو بدي أرسم لك إياها هون كتوضيحي، هاي الخانة اللي هون بنسميها آحاد، ونفس الإشي أصلا مكتوب عندك بالكتاب. الخانة اللي بعدها عشرات، اللي بعدها اللي هي هون بتيجي مئات، تمام. الخانة اللي بتيجي بعدها اللي بتيجي خانة المئات، بعدين بتيجي خانة الألوف، أحد الألوف، وهكذا قبل ما نخلص كل العدادات أو كل الخرزات يلي عنا، تمام. إحنا فعليا ما ركزنا على العشرات أو ما حكينا أصلا عن العشرات، رح نحكي عنها بعدين لقدام،
كل تركيزنا كان يا مس على خانة الآحاد، تمام؟ فلو نطلع هون، الكل يطلع هون، لو بدي أركز بس على خانة الآحاد، هي هيك خانة الآحاد جاي. عندي خرزة فوق، تمام، وهون عندي أربع خرزات، تمام. حكينا إنه كل خرزة عندنا بخانة الآحاد لها قيمة، يعني هاي الخرزة كانت قيمتها واحد one 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 وهاي five، تمام. فكنا نحكي لو مثلا بدنا مثلا نكتب رقم one، كلياتنا بنعمل إشارة الجن هيك مع بعض، نكتب one هيك بنرفع. طبعا بس قبل ما نكتب one في شغلة حكينا، إشارة الجن عشان أرجع لكم إياها، زي كأنك بتمسك قلمك زي هيك، كلنا يمسك قلمه زي هيك، شد على قلمه ويعمل لايك، زي كأنك عم تعمل لايك على الفيسبوك. هي أشوف زي الكل هون شايف، زي كأنك عم تعمل لايك على الفيسبوك، تمام. بس هذا الأصبع القدام خليه لقدام، فبصير gun، زي كأنك عم بتطخ gun، كلياتنا مع بعض gun gun gun، ممتازين. هلأ الgun شو هدف هاي الحركة؟ مش عبارة عن إنه بس gun، فيها هدف. هدفها إنه لو تطلع هيك، هذا الأصبع الإبهام منعلي فيه، بيكون عندنا مصعد منعلي فيه الخرزات، وهذا الأصبع بننزل فيه الخرزات. يعني ما حدا يعلي لي بهذا الأصبع، لا، كنا منعلي هيك وننزل هيك، منعلي هيك ومننزل هيك. حتى هذا الأصبع الثاني له وظيفة، إنه هو مسؤول عن رقم خمسة، يعني هو بيعلي وبينزل رقم خمسة بس، تمام. خليني أفرجيك كيف. لو هون أنا حكيت لك اكتب لي وان، بعمل جن، مجهز حالي لحصة الحساب الذهني، فمحضر أغراض وجالس جلسة سليمة وماسك القلم بالطريقة السليمة. حكت لي المعلمة فجأة اكتب وان ولا شيء، بعمل أنا جن وان، علته بالإبهام. هون أوضح الشرح، هون رح أرجع أعيد لك كل الأرقام طريقة واضحة. وان، طب أنا بطلت بدي وان، اكتب لي زيرو، بنزل، ما بنزل بهذا الأصبع اللي عليت فيه، أصلاً صعب تضلك تنزل بهالأصبع، بصير صعب عليك الحركة، فلا بتنزل بهذا الأصبع، تمام. يلا مع بعض، again one، علينا one، ما بدنا one، zero. طب two ما بكتبها هيك، لا، هلا ماشي طلع جواب اثنين، بس انا بديك تكتب لي two رقم كامل مع بعض. انت هيك لما عملت لي عليتي هاي وهاي، كأنك واحد واحد كتبت، انا لازم اكتب two كتلة مع بعض. فشو بعمل؟ بعلي الخرزتين مع بعض، بعمل gun، بعلي الخرزتين مع بعض two، لأنه كل واحدة قيمتها واحد واحد، فصارت two، تمام. ما بدي two، بدي zero، بنزلها بهذا الأصبع. طيب لو بدي تمام، هيك كتبنا two. لو أنا بصير بدي الكل معي يحضر عداده، هني عم برجع أحكي من أول وجديد، الكل يحضر عداده، يحضر أغراضه، ونبلش نكتب مع بعض gun، هني أمسك أنمي و gun، هني أنا معاكم، كتبنا one، كتبنا two، خلينا نكتب three. يلا كل مع بعض يكتب three، منعلي ثلاث خرزات مع بعض، هيك كتبنا three. طلع كيف كتبنا three؟ هيك. طيب ما بدي أكتب three، بدي أنزلهم، بنزل بهذا الأصبع، ركز، بعلي بهذا الأصبع وبنزل بهذا الأصبع، تمام. لو بدي أكتب four رح أعلي كل الخرزات، لأنها هي one 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 four، فرح أعلي كلياتهم، فبدنا همة، يلا four، منعلي four، هيك كتبنا four. طبعا زي ما عطتكم ملاحظة على رقم four المرة الماضية، الفور هيك بتنكتب، يا ويلو اللي بيكتب لي الفور زي هيك صارت nine، هيك واضح انه هي تسعة، لا، فور حركتين زي كأنك بتعمل زاوية بعدين بتعمل عمود، زاوية عمود، هاي بعيد كمان مرة، زاوية عمود، عشان انه يطلع معك الرقم واضح، تمام. لانه بالحساب الذهني انت بتصير اصلا تكتب بطريقة كتير سريعة وتجاوب بطريقة كتير سريعة، فلو كانت الاجابة فياتها فور زيرو زيرو وانت وان مثلا وانت كاتب لي هيك، فرقت الاجابة، بينت الفور، بينت ان هي ناين، تمام. فبديك تركز معي مع فور. طيب خلصنا فور، بديك تكتب لي زيرو، هينا كتبنا زيرو. طيب لو انا طلبت منك اكتب لي فايف، خمسة، بنزل طبعا بهذا الاصبع، بنزل خمسة، تمام. بدي امحي الخمسة، ما بدي خمسة، بعلي كمان بهذا الاصبع، يعني هذا الاصبع مختص يعلي وينزل الخمسة، تمام، وكمان بنفس الوقت بنزل باقي الخرزات.
طيب هون شوي بدنا تركيز، لو طلبت منك اكتب لي 6، تتذكروا حركة الملقط، نكتب 6. شايفين ما احلى هالحركة؟ كلنا مع بعض 6 هيك بنكتب. طب انا ما بدي 6، بدي امحيها، نرفعها زي هيك، نفتح ملقط زي ملقط الغسيل، تسكر بفتح، تسكر بفتح. طب لو انا طلبت منك 7 يعني 5 من فوق وتنتين من هون، ما بعلي هيك، غلط، انت هيك ما كتبت لي 7، انت هيك بتعرف شو كتبت لي، انت هيك بتكون كاتب لي، فرجيك هيك شو بتكون كاتب، بتكون كاتب لي 5 و2، يعني 5 بلس 2، جمع لي اياهم، اعطاك الجواب 7. انا لا، بدك تكتب لي 7 مرة واحدة، 7 كتلة واحدة، فهاي الطريقة غلط، بدك مع بعض، ما تجزئ الرقم، الرقم ما بنكتب مجزأ، فانت هيك بتكتب 7، ما بدي 7، هاي الطريقة. طيب 8، كلياتها بنكتب 8، بس انا عدادي شوي لانه اوكي هيك 8 8. بدي امحي 8، بفتح الملقط 9، اخر شيء 9 اللي هو حيكون 5 و4 من تحت، ف 5 طبعا استنى خليني اعيد لك لان انا عدادي كتير اكبر من عدادك فبتعب بالحركة. بدي اجي اكتب 9، برفعهم مع بعض، برفعهم مع بعض، هيك كتبت 9 تمام مع بعض ملقط، بسكر عليهم كتبنا 9، ما بدي اياهم، بدي احررهم، بطلت بدي 9، بدي اكتب 0، بحررهم كيف؟ بفتح عليهم الملقط تمام. اوكي هلا خليني اشوف مين بيقدر يجاوب معاي على السريع. رح اكتب ارقام على اللوح تمام، واشوف مين بيقدر يكتب لي نفس الرقم على عداده بس على السريع. فمنشان هيك بدك تجهز حالك، ارجع تشيك على قاعدتك، ظبط وضعك، العداد يكون وضعية الزيرو بوزيشن، هيك هدول اعلى اشي الخمسات، للسقف واصلين وهدول واصلين اقل اشي تمام. جهز حالك، يلا ستيدي ريدي جو. لو انا طلعت منك اكتب لي 4 على عدادك، 4 كلياتنا هيك تمام، 0 اكتب لي على عدادك، 2 يلا مفروض تكتب قبل ما انا الحق اكتب، نزل 2. طيب اكتب لي على عدادك 3 بسرعة، 1 2 3 يلا شوفين كيف رح اكتب 3 صح؟ انت هيك كتبت هيك زي الثري، اوكي ننزل 0. اوكي هلا خلينا شوي نصعب، لو اقول لك اكتب لي على عدادك 5، الكل كتب هيك تمام 0. يلا لو انا اجي اقول لك اكتب لي على عدادك 7، يلا 1 2 3 شوف كيف انا حكتب 7، برافو هيك على السريع، ما بدي 7 0 تمام. لو انا اطلب منك اكتب لي على عدادك 6 بسرعة، شيك اذا كاتب صح، انا هيك كتبت 6، الكل هيك كتب، هيك الكل كتب 6 تمام، برافو. خلينا نصفر عداداتنا، برافو برافو عليكم. طيب انا طلعت على الفيديو تمام، هلا خلينا نكمل على العداد. طيب هلا احنا صرنا كتير ممتازين، قدرنا كتير منيح نكتب على خانة الآحاد كل الأرقام، يعني خانة الآحاد أي رقم مطلوب تكتب لي على خانة الآحاد قادر تكتب لي، وبدليل هلا التست عملناه مع بعض، برافو عليكم ممتازين. طيب خليني لو انا اجي اعلمك او احكي لك اشي جديد، لو انا على خانة الاحاد اطلب منك اكتب لي الرقم مثلا 2، ما عندنا مشكلة كتبنا 2. طب بقول لك لا تمحي لي اياها، خليني اياها كلياتنا، خلينا كاتبين 2. طب بقول لك ال 2 زيد عليها كمان 1، زيد عليها كمان 1، قديش صار الجواب؟ نعد مع بعض 1 2 3، قديش صار الجواب؟ 3، كلياتنا طلع معانا 3 خرزات. طيب لو انا اطلب منك كمان زيد لي على هاي ال1، يعني خلينا ناخذ المساله اللي انا اعطيتك اياها، اول مره اعطيتك 2 صح، بعدين اعطيتك 1 صح، بعدين خلينا اقول لك لو اطلب منك ارجع زيد لي عليها 5، بدك تزيد 5 نفس المساله، ما بدك تمحي لي اياها، خلينا كلياتنا عندنا جواب 3، اطلب منك 5 ولا شيء، بنزل 5 تمام، طلبت منك 5، قديه صار الجواب نشوف 1 2 3 مع 5
صار الجواب أصلاً هذا الشكل إيش؟ رقم A. صار الجواب 8. تمام، هون صار الجواب 8. لو بعطيك إشي تاني اللي ما استوعب معي هاي المسألة مش مشكلة، خلينا ناخد مسألة تانية. صفر لي على عداداتك، صفر لي إياهم. لو أجي أطلب منك، إحنا هلأ بدنا نبلش نتعلم نعمل عمليات جمع وطرح على خانة الآحاد، فبديك تركز معي. رح نمطل بس نكتب أرقام، لأنه خلص كتبنا وطلعنا ممتازين ووضعنا كتير ممتاز. فهلأ بدنا نبلش ناخد عمليات جمع وطرح. بس خليني أشوف هاي الشغلة. هلأ لو أنا أجي أطلب منك مثلا أكتب لي 5، كنا نكتب 5، نزلنا بهذا الأصبع 5، ما حدا يمحيني الفايف، خلي الفايف مثبتة. لو أطلب منك مع الفايف اللي أنا طلبت منك تكتب لي إياها أكتب لي كمان 1، بتعلي هيك 1. أدي صار الجواب، قرأ لي أديش صار الجواب 6، صار الجواب 6 صح؟ طيب خلينا نمحي اللي كتبناه وأرجع أطلب منك من جديد. لو أرجع أطلب منك الكل على عداده يشتغل لي، يكتب لي الرقم مثلا 2، نعمل جان كتبنا 2. هلا مع ال 2 بدي اطلب منك اكتب لي، خلي ال 2 ما حدا يمحيها، ما بدي ترجعوا تكتبوا لي 0، خلي ال 2 ثابته، ارجعوا اكتبوا لي هلا 5 بهذا الاصبع 5. قد ايه هيك بصير الجواب؟ 7. تمام، الموضوع كتير حلو. كل اي اشي بطلب منك ترجع تضلك تكتب على نفس العداد، ما بتمحي، ما تمحي. لما اقول لك بدنا نمحي خلص المسألة بتمحي. طيب خليني اقول لك نحن خلصنا المسألة، هيك محيت 0. طب كمان مسألة، لو انا اجي اطلب منك اكتب لي الرقم على عداداتكم اكتب لي الرقم 1، طب اكتب لي 3، بدك تعلي كمان 3 خرزات، هي 1 2 3 جاهزين، فبنروح ايش بنعليهم، علينا 3 خرزات. طيب لو انا اجي اقول لك مع هيك، مش انا طلبت اول شيء منك 1، بعدين طلبت منك 3، بعدين ارجع اطلب منك اكتب لي 5، وين ال 5؟ هي فوق، منزلها منزل 5، فطلبت منك اكتب لي 5. قديش صار الجواب؟ يعني قلت لك 1 زائد 3 زائد 5، قديش صار الجواب؟ خلينا لو نقرا الجواب 5 زائد عليه كمان 4 بلس 4، او انه 5 بلس هدول الارقام، قديش بصير الجواب معي؟ 9. 9 اصلا هذا شكل اي رقم، رقم 9. تمام، انا هيك بقول لك خلص خلصت، تروح تمحيهم. تمام، هيني محيتهم. حلو، تمام، هيك اخذنا اليوم، راجعنا اللي اخذناه بمادة الحساب الذهني، راجعنا اجزاء العداد، كنتوا كتير ممتازين فيهم زي ما اتفقنا، بس بدي الاجزاء بالعربي، اشي تاني ما بدي اياه. تعرفنا على الخانات وشيكنا على الموضوع، وعرفت قد ايه انتم ممتازين بموضوع خانة الاحاد، حافظين الارقام كتير منيح وعارفين اصلا طبقوها على العداد كتير منيح. واخر اشي بس لعبنا مع بعض لعبة انه كيف بقدر ابني مسألة، كيف بقدر ايش اجمع، وفعليا كان الموضوع كتير بسيط. ان شاء الله المرة الجاي بنكمل من كمل عملية الجمع، وبناخد عملية الطرح على خانة الاحاد. يعطيك العافية.